مستمرين معكم في يوم جديد، ومنرحب بكل الأشخاص اللي انضموا لنا وأيضا التعليقات الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك يوم جديد. شكرا جزيلا على هذه التعليقات، تعليقات جميلة ومتابعات جميلة، وأنا بصراحة بحب أشوف وأسمع تعليقاتكم، وأي فقرة موجودة معنا، أي مداخلة، أي سؤال، صح ترى هتشوف وتقرأ بدون ما تسمع. يلا كاتي ماشي بعد الحلقة بنتفاهم أكيد. مش الكرام مستمرين معكم، ومعنا فقرة جدا مهمة تحدث عن الميك اب والمكياج. هذه الفقرة بصراحة بدخلي كاتي تستلم، بس يعني صار عندك إلمام صح ولا لا؟ صار في إلمام. راح تكون معنا قمر الشيخ، يعني أخصائية تجميل خلينا نحكي، ومكياج وميك اب، فراح نحكي عن كيفية وضع الميك اب والمكياج. هذه بتعرفوا بالصيف، وبالصيف تختلف يعني هيك نوعيه وضع الميك اب عن الشتاء، بتعرفوا شو بدرجات حراره مرتفعه، وحتى بتزيد الزيوت في البشره. فرح نتعرف بشكل مفصل مع قمر، وهي قمر ايضا. صباح الخير. الله يسعدك. صباح الخير، يسعد صباحكم. اليوم انا حابه احكي عن كيفيه وضع المكياج بشكل عام. اوكي. للبنات اللي ما بيعرفوا يحطوا ميك اب، وبنفس الوقت ممكن نحكي عن كيف ممكن نحط الميك اب بفصل الشتاء وفصل الصيف. اول شيء انا قسمتها لثمان خطوات. يا ريت. تمام. اول خطوه اللي هي السي تي ام روتين، اللي هو اول شيء لازم نشاهد الان قمر. نعم. يس. اول شيء لازم قبل ما نبلش بالميك اب يكون في تنظيف للبشره. اكيد. تونينج، لانه التونر هو بيشيل الاوساخ الزايده اللي بتضلها على البشره. صحيح. واحنا ما يعني بعد التنظيف لساتها بتكون موجوده. كمان ممكن نحكي الموسترايزر، كثير مهم الترطيب والترطيب الوجه، اندر اي تحت العينين، وطبعا اكيد السن بلوك. كثير نحكى عنه. السن بلوك كثير مهم. اول شيء بيحمي السكن تبعتنا البشره، وثاني شيء هو بيعمل فاصل ما بين السكن والفاونديشن. احنا ما بدنا نقاطع، ولكن احنا الان بنشاهد ستيب 1، احنا بنشوفها بالصور. اوكي. هلا راح انتقل للستيب 2 اللي هو بنحط البرايمر. البرايمر كثير مهم، لانه ممكن نحكي انه يعني بيسكر المسامات البشره. فبعدين بننتقل للفاونديشن. الفاونديشن يعني بيتم وضعه بالبيوتي بلندر، واهم شيء البيوتي بلندر تكون مبلوله وفلافي عشان يكون سهل البلندنج. في ناس مش كلهم بيحطوا على البيوتي بلندر مي، في ناس بتستخدمه وهي جافه للاسف. لا، عشان هيك ايام كثير كاتي يس بيحور، بصير في عندنا خطوط بالفاونديشن وما ببين يعني جلو او السكن فلولس خلينا نحكي. يس. بعد الفاونديشن ممكن ننتقل لستيب 4 اي ثينك. يس. في عندنا الكونسيلر. الكونسيلر اللي هو بنعمل برايتنينج للاندر تحت العين، وكونتورينج، البلوشر، هذول كلياتهم الكريميه. هلا بينقسم الميك اب لجزء كريمي ولجزء اللي هو البيكنج. انت مع اي، مع الكريمي ولا الباودر البودره اكثر؟ هلا انا بفضل الاثنين. أوكي. ليه؟ لانه الكريمي كثير حلو، بيعطي الوجه حكينا جلو ونضاره. نعم. وغير هيك الباودر بيثبت كل شيء حطيناه بالبدايه. طبيعه البشره قمر ممكن تحدد ممكن شو ممكن استخدم؟ هلا اكيد طبعا في عندنا بشره الاويلي سكن نحكي لها، الدهنيه، وفي الجافه. فالجافه خلينا ننتقل اكثر للكريمي، الميك اب الكريمي، عشان ما يبين عندنا الجفاف بالميك اب. والاويلي سكن لا، يعني يكون زياده الباودر عشان اوريدي رح يمتص. عرفتي كيف؟ نعم. كمان خلينا نحكي على البشرة المختلطة، في اختلاف مثلا بوضع الميك اب؟ هلا انا اعتبر من البشرة المختلطة، بس يعني ما بواجه صعوبة بوضع المكياج، لا ابدا عادي. تمام. اوكي. بعدين بعد خلينا نحكي الباودر، بنثبت الكونتور بباودر، كونتور، البلوشر، كل هاي الاشياء. ننتقل للعينين. في عندنا الحواجب. اوكي. انا بحب دائما انه رسمه الحواجب تكون كثير ناتشرال، مش ضروري انه يكون كثير اود. اوكي. رسمة العينين حسب المناسبة طبعا، ما بحس الاي شادو لازم يكون ديلي. فممكن بعدين المسكارا، كحلة، اي لاينر. وبعد هيك رح ننتقل لللبستيك. تفضلي. احنا عندنا مشكلة بالاي لاينر يا قمر، يعني احنا بنواجه مشكلة كثير كبيرة. فاذا في عندك نصائح للستات انه نقدر نرسم
رسمة الآيلاينر بطريقة سهلة بعيداً عن إنه ضلنا نصير نعمل هيك زيجزاج وآخر شيء يصير عين كلها سوداء ومش آيلاينر. هلا أحكي لك شغلة، أنا زيكم ما كنت أعرف لا أرسم آيلاينر، أنا رسم اليوم آيلاينر شوي هيك أرتستيك ثانك يو. فشو اسمه، مهم كتير إنه الصبية إذا بتحب ومهتمة بهيك أمور إنها تحضر فيديوز توتوريالز. مثلاً أنا عندي على صفحتي على الإنستغرام بنزل ستوريز عادة إنه كيف ممكن تعملي هذا الآيلاينر، كيف ممكن أي مشاكل الصبايا بيواجهوها بحب أعمل توتوريز حتى أساعدهم. يعني أعمل لك فولو اليوم وأشوف اسم صفحتك. أكيد اسمها ميك أب باي أمور. أوكي. يس. وآخر إشي حكينا الليبستيك، ممكن إنه يكون ليكويد ممكن يكون مات حسب طبيعة الميك أب وإيش المناسب اللي عندك إياها أو الديلي. طيب قمر، إحنا اليوم حكينا عن البدايات والخطوات لأي حدا جديد ممكن يحط مكياج، لكن لما نحكي عن الصيف والشتاء يعني في بحس في مكياج للصيف، يعني أنا ما مش اختصاصي بس في مكياج للصيف في مكياج للشتاء، فكيف ممكن أستخدم حتى درجات معينة في الصيف أو الشتاء؟ هلأ ممكن نحكي إنه باختلاف الدرجات بالصيف إنه ممكن البنات يكون عاملين تان، فاختلاف الدرجات بالفاونديشن ممكن يكون اختلاف الدرجات بالباودر حسب كل يعني إيش الظرف نفسه، عرفت عليك؟ فبس كمل يس. اوكي فكرت السلايد. لا اوكي. يعني ما في اختلاف كثير كبير بين الميك اب الصيف والشتاء، يعني هو بس ممكن درجات مثلا البرونز بصير اكثر، ممكن الالوان الميك اب الاي شادو الاي لاينر في الوان صيفيه. صح. يس. طيب قمر احنا بدنا نشكرك ونشكر تواجدك معنا وهذه النصائح وهي فقره المكياج. شكرا لك، يعطيك العافيه وشرفتينا اليوم. شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم.